مشاهدينا وللوقوف أكثر على واقع حزام بغداد ودعوات تجريب بساتين الطارمية في وقت تصدر فيه قرارات بهدم 300 منزل في قضاء أبو غريب. ومعنا المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ فائز الشاوش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله فضيلة الشيخ. إلى أو أي خطر تشكله اليوم بساتين الطارمية على العراقيين؟ هل من المعقول أن يتم تجريفها بدواعي أمنية كما تطالب لجنة الأمن والدفاع النيابية؟ تحية لكم وإلى مشاهديكم الكرام في كل العالم. هذا الموضوع يعني معد إلى مسبقا، لأن سبق أن طيلة هذه السنوات من عام 2005 ومنذ تأسيس مجاميع مسلحة ما يسمى بالميليشيات أو ما يسمى بالحشد، هذه الميليشيات أخذت على عاتقها كيف تحس أو تغذي النفس الطائفي. كلما يضعف يجب أن يزداد النفس الطائفي من أجل عندما تبقى الشحنات الطائفية، من أجل يبقى التهجير وممارسة التغيير الديمغرافي مستمر. وبالتالي عندما تصرف الحكومة أو الحكومات المتعاقبة على جيش مليارات الدولارات، بإمكان هذا الجيش أن يضع خطط تسلل والكفار بدل تجريف هذه البساتين وتهجير أهلها، وبالتالي إن كانت هناك مسلحين. لكن يبدو بأن الموضوع مخطط إليه من أجل تهجير هذه المناطق وإضعافها اقتصاديا وتهجيرها من مناطقها الساكنة بها. طيب اليوم ضعف القوات الأمنية إلى أي مدى يساهم بهذا الواقع في قضاء الطارمية لتتولى ميليشيات مدرجة على قوائم الإرهاب بتكرار السيناريو الذي جرى في جرف الصخر؟ أولا الجيش يعني يقدم ضحايا من أجل مقاتلة داعش أو جماعات مسلحة أخرى، لكن هذا الجيش ليس وجود له سطوة أو سيطرة على هذه المناطق، وخاصة الديالة باعتبارها منطقة محددة إلى جارة السوء إيران، وإيران هناك لديها مشروع لن تتوقف عنه منذ وجيء خميني عام 1979 عندما قال جئت لتغيير ما يسمى بالثورة الإسلامية، فأصبحت ديالة منفذ للتدخلات الإيرانية في ديالة عبورا وبالعراق وعبورا من العراق إلى دول المنطقة الأخرى. وبالتالي الجيش لا يوجد له سطوة أو سيطرة، أما السيطرة في هذه المناطق هي بكل تأكيد الموجودة هناك هي للميليشيات والمسلحة التي هي تتغلب خطوتها على الجيش وعلى قوات الأمن الموجودة الأخرى. طيب يعني ألا تعتبر تصريحات أطلقتها ميليشيات منضوية ضمن حكومة السودان بوجوب ما تسميه تطهير حزام بغداد، ألا يعتبر أو تعتبر هذه دعوات صريحة للقتل، وبالتالي فيجب اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يطلق هذه التصريحات؟ بكل تأكيد يجب أن تكون هناك خطوات قانونية لمحاسبة من يقوم بهذه التصريحات التي تؤدي إلى التهجير وإلى القتل وإلى التعذيب والاختطاف. وبالتالي كان الأجدر من لجنة الأمن والدفاع أن تسعى إلى بناء قدرات جيش قوي يحافظ على وحدة العراق ويحافظ على سلاسته ويردع الطائفية والطائفيين ومن يسعى إلى شحن الطائفية في حزام بغداد أو في ديالة أو في جميع مناطق العراق. طيب من المنتفع من الترويج بعودة ما تسميه الحكومة بالإرهاب والخلايا النائمة، فضلا عن التشكيك بقدرة قوات الجيش والشرطة على مسك الملف الأمني؟ يعني إذا استقر العراق وتوحد الشعب العراقي، بكل تأكيد لا يخدم هذه الطبقة السياسية وخاصة الأحزاب الطائفية الحاكمة في بغداد. فيجب أن يبقى العراق يعني مشتت، يبقى شعب العراق مشتت، تبقى الطائفية من أجل الاستمرار بالسلطة والاستمرار بالحكم على رقاب العراقيين، مثل ما حكم العراقيين طيلة 21 عاما، وبالتالي لم يقدموا شيء للعراق على القتل والاختطاف والتهريب القسري والمخدرات
وبين الاعضاء البشريه والطائفيه وهيمنه ايران وميليشياتها على مفاصل الدوله العراقيه. طيب التلويح دائما بتكرار ما جرى في جرف الصخر في الطارميه، يعني الى اي مدى يشير بوضوح الى تواطؤ الحكومه مع ما جرى في جرف الصخر من جرائم، ليس اولها التغيير الديموغرافي وليس اخرها جرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الإنسان كما جرى في جرف الصخر؟ يعني حالة واحدة أو حالتان أو عشرة لقلنا قد يكون خطأ غير طبيعي أو خطأ غير مقصود، لكن منذ عام 2005 وهذه التصريحات وهذه التهديدات لكي ترعب أبناء هذه المناطق وتجيرها وترك منازلها وتكون محط موقع لمخازن أسلحة الميليشيات وللميليشيات وتهجير أهلها، وبالتالي هذه الحكومات لن تحسب حساب الشعب العراقي بكل طوائفه ولن تسعى إلى وحدة العراق والعراقيين، بل إنما المطلوب هو إرباك الوضع ويبقى العراق مشتت ويبقى العراق ضغين يعني معبأ بالضغائن الطائفية لكي يستمر في الحكم، لأن يعني عندما يتوحد العراقيين ويستقر العراق ويمتلك القدرة والقوة العقلية والإرادة لم يبقوا هؤلاء في السلطة على الإطلاق. نعم شيخ فايز، اليوم المواطنين يقولون أن الأراضي في حي الرسالة 300 بيت في قضاء أبو غريب تعود إلى وزارة المالية، ولكن الادعاء بأن هذه الأراضي تعود إلى النائبة صفية السهيل، يعني من أين لك هذا؟ من أين لها أن تملك حي كامل أراضيه فيها 300 بيت؟ هو هذا السؤال، يعني هم جاءوا من الخارج من عدة دول كانوا مشتتين هناك في بعض الدول وجاءوا لم يملكون يعني ألف دينار خيرهم، والبعض حتى دين العجلة عندما يأتي من أحد محافظات الجنوب أو الوسط يأتي لبغداد حتى الحصول إلى منصب، ومثل ما يقال سابقا على المالكي باعتراف حسن العلوي، وبالتالي صفية سهيل أو غير صفية سهيل أو أصحاب المليارات من أين جاءوا بهذه الأموال؟ على الشعب العراقي أن يسأل، وعلى الإعلام وعلى العالم وعلى المنظمات الدولية أن تسأل هؤلاء من أين لكم هذا، وأن يجري الحساب وليس التوقيف يوم أو يومين أو شهر ويخرج بكفالة 300 دينار وهو ساق 100 مليار أو 200 مليار يخرج بكفالة 300 دينار عراقي، وبالتالي هذا ضحك على الشعب العراقي. وإن كانت هذه الأراضي تابعة للدولة قبل 10 سنوات أو 20 سنة على الدولة التي تمتلك البترول والمعادن من زئبق ورونوب خصب ومعادن وغيرها أن توفر سكن أو توفر أراضي سكن حتى تجري هذه البيوت من هذه الأراضي التي تتحجج بأنها تابعة إلى الدولة أو تابعة إلى ما يسمى بصفية الشيخ. الشيخ فاز الشاوش المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية، شكرا جزيلا لكم.